والله كابتن مش قوي انا. لا ليه مش بس قوي الصراحه يعني، طالع قدامه راجع ورا بحاول يعني بحاول، بس انا بصراحه مش قوي. انا عندي يعني اللي ماسكني الاكونتات بتاعتي شادي اخو مراتي وصاحبه، لكن انا ضعيف قوي في السوشيال ميديا. بتاثر عليك طيب ولا انت بتبص؟ لا بقى لا خالص لا ولا لا لا ما بتبصش؟ لا لا خالص. ان الموضوع مش واخد مني يعني جزء كبير او من تفكيري، لا الموضوع بالنسبه لي عادي يعني. مش اخبار العيله ايه؟ الحمد لله يا كابتن. مبسوط؟ طبعا الحمد لله. مراتك اكيد ليها دور معاك. طبعا انا فضل ربنا سبحانه وتعالى يعني، ربنا كرمني بمراتي. لا الموضوع الحمد لله بفضل ربنا فرق معايا في حاجات كتير جدا، في الكوره بره الكوره. بتطبخ ولا طبعا زي الستات اليومين دول؟ لا 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 بتطبخ. بتطبخ لك ايه طبعا. بقى؟ والله يا كابتن دايما بتفكر في الحاجات اللي تفيدني يعني، دايما حتى انا بتبقى نفسي في حاجه تقولي لا عشان ما تزيدش، انت عندك تمرين، عندك ماتش، ماتش مهم كده يعني. ان هي بسم الله ما شاء الله انت جسمك زي ما هو في الثلاث شهور، يعني انت اهلاويه. بقالك 3 شهور بعيدا عن الكره او يعني في الاصابه، فبسم الله ما شاء الله. اهلاويه جدا، وكانت عايزه تنزلني بدري عشان الحق ماتش الزمالك. لا يا قلت راجل، لها انا مش قادر لسه رجليا انا اصابه لو كده وكده. لو رجعت هقعد فتره. تاني لا يعني والله بجد يعني بشكرها من خلال الكابتن، ان هي تعبانه جدا معايا ومع الاولاد، وربنا يخليهم لي يعني. يا رب ان شاء الله ما تطبخليش كتير يا مسلمه، يعني مش قوي سليمه.